غادي نرتجل يعني حضرت المسرح أصعب حاجة هو الارتجال، وقيلا غادي نرتجل نيت واخا كاينة الكلمة، لأن هي الحقيقة مناسبة فريدة، مناسبة فريدة. وبغيت نبدا بالشكر الجزيل سي عجل، سي عجل على هذه المبادرة والإلحاح ديالو، و في الأخير هو ممكن والحمد لله أنه حاضر معنا اليوم أسماء كبيرة في الحق الثقافي اللي قاعد نسميهم بأقطار. وهذا كيخليني نقول منذ البداية أن هذه المبادرة جات في وقتها، وكان ضروري أن نمشي، لأن المسرح بشكل خاص والحق الثقافي بصفة عامة لعب دور مهم في بناء المغرب الحديث من بعد الاستقلال وحتى قبل الاستقلال. كانت الخشبات المسرحيه دائما فرصه للتعبير على القضايا اللي كتهم المجتمع وكتهم مكونات المجتمع، وكان هذا الشيء في السابقه. المؤلف والمقتبس، المترجم والمستلهم للافكار والمواضيع من عمق المجتمعات، والمخرج والسينوغراف والدراماتورغ والمدير الاداري والفني ومنظم الجولات واللقاءات الاحتفائية بالمسرح ومع المسرح واللائحة طويلة. وجدت نفسي أبحث في جل المسارات التي تتداخل في سيرتك لعلي أقبض على الخيط الهاري الذي من خلاله قد أستطيع أن أقترب وأقارب لحظة رصد الذاكرة استلهاما من نهج حياة فنية انطلقت بشكلها الرسمي والاحترافي منذ سنة 1965 إلى الآن، والمستقبل ما يزال مشرعا أمامها. إذن هذا نبدأ وغادي نشوفوا الشريط حول المحتفى به، وانتم غادي تعرفوا عليه لأنه من المراحل ديالو من الصغار، نلخص لذاكرته حتى وصل لهذه المرحلة وراه كيتواجد الآن مستقبل في القاعة، ومن بعد غادي تعرفوا عليه. Thank you.
إذن تعرفت على الشخصية المحتفى به، هو ذهب لينام في الصورة ولكن يتواجد بيننا الآن. الأمر يتعلق بالأستاذ الفنان عبد الرزاق البدوي. احتفلت هنا في الدار البيضاء 50 سنة ديال الاحتلال، ديال ممارسة الفرح الاحتلالي في هذا البلاد. 1965 لما خديت البكالوريا قلت واش غادي نتبع المسرح أو بحال اللي كان قال لي الوالد مرحمو ندخل الكلية. لقيت أنا أحسن خصني نتفرغ المسرح، لأن ما كان عندنا لا نقابة لا ضمان اجتماعي لا حقوق لا تنظيم، الفنان المحترف ما منظمش. قلت أنا إذن غادي نساهم وغادي نتفرغ لهذا التقطير ديال المسرح المغربي الاحترافي. من 65 إلى السنة الماضية كملت 50 سنة ديال المسرح الاحترافي العمل ليلا ونهارا. شكون اللي احتفل معايا؟ قررت نحتفل مع الجمهور عبر مدن المملكة، واللي ساعدني وزارة الثقافة عطتنا دعم ومنحة، والمسرح الوطني محمد الخامس حتى هو، وكنا كنحتفلوا في كل مدينة يومين. اليوم الأول كنعملوا ندوة كيتكلفوا بها الدكاترة حول مسيرة عبد الرزاق البدوي ضمن مسيرة مسرح بدوي. وفي اليوم الثاني كنقدموا مسرحيه حبيبتي الزاهيه، ولكن مدينه الدار البيضاء ما هي هنا، حتى واحد ما تذكرني، حتى واحد ما قال حيلا شي ولد عنده نجح في شي شهاده مهمه، ولكن لا باه لا مو ما فرحوا به لا خوتو لا والو، فبقى كيحل في قلبي هذا المشكل. لهذا فرحت انا هذه السنه، لان على الاقل مجلس جهه الدار البيضاء استاذ فكر فيا، وخصوصا بوجود معهم واحد الفنان كبير من الفنانه ديالنا المناضلين معنا في مدينه الدار البيضاء، واللي كيعرف حتى هو الماضي ديالي وشنو ولا انا وياه من في هذا الميدان. فكرهم قال لهم ودي خصنا نحتفيو بعبد الرزاق البيضاوي. كنشكرو وكنشكر مجلس الجهه وكنشكر السيد الوالي وكنشكر اللجنه المنظمة لهذا المهرجان، اللي كنتمنى أنني نوقف فوق هذه الخشبة على الأقل في المهرجان 20، ما بطمعش بزاف. أنا كنت 20 دابا هذا العام، أنا كملت 70 عام، دابا 20 غنكون 90 عام. وبارك الله فيك، شكرا شكرا لكم جميعا، وشكرا للأصدقاء ديالي، لأننا فرحان وسعيد الحمد لله تلقيتهم على برا، ما دابا راهم كيبان لي حتى واحد، ولكن برا شفتكم وشفت كل شيء، الأصدقاء ديالي جاو يحتفلوا معايا في هذا العرس، العرس ديالنا كلنا مجموعين. هذا المهرجان غادي يكون ديالنا جميعا، لأن حنا كنبغيو نكونوا فوق خشبة، كنقدموا المسرح فوق خشبة، كنخدموا هنا ما كنخدموش غير في الاحتفاء وفي الاحتفال. شكرا لكم. ودابا مع رسالة قال لي بدأ بالكلمة مازال كيشعل. أجي معايا مرحبا، سخيتي ديما سخيتي ديما. إذا غادي نطلب من السيد الوالي السيد رئيس الجهة السيد الوالي يتفضلوا معنا باش نسلموا الدرع ديال التكريم للأستاذ عبد الرزاق البدوي. Thank you.
تعجيل مطلوب عاجل عاجلا عاجل 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 الى يلا غادي نواصلوا. وفي الختام باسمي ونيابة عن اللجنة المنظمة أشكر السيد رئيس جهة الدار البيضاء ستانس على ثقته في مصلحته. نيني أشكره جزيل الشكر لأنه وضع ثقته في وقال لي عاجل رفقة نائب الرئيس السيد حميد الجمهري افعل ما تريد فنحن نؤازرك ونشجعك ونتمنى لك التوفيق. شكرا لك شكرا لك السيد مصطفى. وايضا زرت قبل الاعلان عن المهرجان باسبوع السيد الوالي الذي لم يخيب ظني واستقبلني كرئيس فرقه واستقبلني كفنان واستقبلني أيضا كإنسان واستقبلني كمواطن ينتمي لساكنة الدار البيضاء وقال لي أطلب ما شئت وما تريد فالكل لك فأنت تسعى إلى عمل شريف. أتمنى أن تفرز هذه الدورة حتى لا أبقى فيها دائما أن تفرز من هذه الدورة جمعية خاصة بالمهرجان ويكون عندنا شرف طرفي يعني شرف يعني شرف يعني ضيف شرف لهذا الجمعية التي ستتأسس في هذه الليلة سي مصطفى البقور رئيس جهة الدار البيضاء ستانس مع اختيار لجنة قادرة على أن تواكب وترعى هذه الأمانة هذا المولود الجديد إلى أن يصل سن